اهلا بكم مشاهدينا الكرام متتبعي قناه الهضاب. اليوم جبناكم مسابقه جديده اللي راح تكون معكم خلال شهر رمضان المبارك، مسابقه شارك واربح مع الهضاب. قانون المسابقه احنا نطرحوا اسئله على المواطنين، والرابح معنا ان شاء الله راح يكون عنده قسيمه شراء مقدره ب 3000 دينار جزائري مهدات من سوبيرات القدس. تابعونا. اذا معنا احد المواطنين، شكون معنا؟ معك شعبي طيب، اطار بجامعه فرحه عباس الطيب. الله يبارك. اذا سؤالنا لنهار اليوم يقول: كم مره ذكرت كلمه رمضان في القران الكريم؟ اعيد، كم مره ذكرت كلمه رمضان في القران الكريم؟ كلمه رمضان ذكرت في القران الكريم على ما اظن 11 مره او 7. زيد خمم شويه. يس، ما نقدرش نزيد فوق هكا. اذا غير متاكد للاسف. اجابه خاطئه. بالمناسبه استاذ تقولنا بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك، نتمنى ان يعيده الله علينا باليمن والبركات وان نتدبر الصيام ولا نصوم فقط. السلام عليكم وصحه فطوركم وصحه صومكم. شكون معنا؟ معك قريع حلو. متشرفين. موظف مستشفى فوقعه. الله يبارك. مسابقه نطرح عليك سؤال ان شاء الله، واذا جاوبت ان شاء الله تكون عندك قسيمه شراء مقدره ب 3000 دينار جزائري مهدات من سوبيرات القدس. سؤالنا اليوم يقول: كم مره ذكرت كلمه رمضان في القران الكريم؟ على ما اظن ذكرت مره واحده. في اي سوره؟ في سوره البقره. طبعا هي سورة البقرة في الآية 185 بعد بسم الله الرحمن الرحيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. إذا الإجابة صحيحة، ذكرت كلمة رمضان مرة واحدة في القرآن الكريم في سورة البقرة الآية 185 بعد بسم الله الرحمن الرحيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. إذا ألف مبروك، قسيمة شراء مهدات من سوبيرات القدس مقدرة ب 3000 دينار جزائري. بمناسبة شهر رمضان الكريم قلنا كلمة. بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، نتمنى أن يعيدنا هذا الشهر بالخير والبركة على جميع الأمة الإسلامية جمعاء، ونعقبوا الشهر بالصحة والهنا، ونتمنى هذه القناة مزيد من التطور إن شاء الله. وشكرا على هذه المبادرة والنجاح لهذا المحل القدس. شكرا. الى ان هنا نكون قد انهينا حلقه اليوم. مشاهدينا الكرام متابعينا الكرام، حتى انتم ما نسيناكمش، راح يكون عندكم فرصه المشاركه معنا بسؤال المشاهدين. سؤال المشاهدين يقول: ما هي اطول الكائنات عمرا؟ اذا حبيتوا تشاركوا معنا ادخلوا صفحه الفيسبوك قناه الهضاب تي في بالضغط على زر الاعجاب، والاجابه تكون في الحلقه في التعليقات، والفائز معنا ان شاء الله هيفوز بقسيمه شراء مقدره ب 1000 دينار جزائري مهدات من محلات جي بي اش. اذا نلتقي في اعداد اخرى. سلام.